كيس مكرونه بينا مسلوقه، وطبعا ادام انا قايله كيس مكرونه بينا مسلوقه بتبقى ثلاث ارباع سلقه، وطبعا لحضرتك حريه الاختيار تغيري نوع المكرونه، مش شرط ان انا عامله بينا تعمليها بينا زي ما انا ما عاملاها، اللي موجود عندك في المطبخ استخدميه. معايا ايه؟ معلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقتين كبار من الريحان المفروم، وممكن تشيليه لو هو مش متوفر عندك ما تستخدميهاش، بس طبعا لو موجود هيبقى افضل بكتير. عندي فلفل احمر واخضر شرايح، ممكن لو مش عايزاها سبايسي او حاميه تشيليهم. معايا طماطم مكعبات، ثلاث معالق كبار من الدقيق وكوبايتين حليب، وانا مستخدمه الدقيق والحليب النهارده بديل كريمه الطهي. يعني وصفه اقتصاديه، فانا مش محتاجه ان انا اجيب علبه كريمه بالشيء الفلاني، لا مستبدلاها ب، انا هجيب دي كده اهي، دقيق وحليب بدل كريمه الطهي، هتديني نفس السمك ونفس الطول اللي انا عايزاه، والتطعيمه احنا هنحاول نشتغل عليها او نطعمها بايدينا. معايا كمان جبنه شيدر مبشوره وجبنه موتزاريلا، ما عندكيش موجودين في الثلاجه، عندك حب الجبنه رومي طلعيهم، هتديكي برضو التست الحلو اللي احنا عايزينه. زبده وزيت، ملح وفلفل اسود. اسهل من كده مفيش. طيب هنتبل الفراخ بايه بقى عشان تدينا تطعيمه حلوه قوي وتبقى مختلفه عن اي حاجه كناها قبل كده؟ معايا ثلاث صدور فراخ بالشكل اللي حضراتكم شايفينها دي، سليمه يا رغده من الشرايح. عفوا. معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقتين كبار من الريحان المفروم، طبعا لو مش موجودين برده مش مشكله بس التست بتاعهم بيبقى احلى. بهارات فراخ، زبده وزيت وبابريكا وملح وفلفل اسود. كل اللي هعمله هجيب بوله اجمع فيها كل المكونات التتبيله، وابدا ان انا اتبل بيهم الصدور بتاعت الفراخ عشان اديهم صدمه واسويهم على النار لوحدهم على ما اشتغل في المكرونه الناحيه الثانيه، وفي الاخر اجمع الاثنين في طاجن او في سيرفيس كده عندي وتاكلوها بصحتين وعافيه. طيب هبدا بايه؟ ادي بابريكا، بهارات فراخ، ريحان، ثوم. الزبده دي هحطها على النار، وهاخد هنا مع التتبيله شويه من الزيت وشويه زيت كمان هحطهم في الطاسه اللي هبدا ان انا ادي الصدمه فيهم للفراخ. ادي الطاسه اهي، حبه من الزيت علشان الطاسه بتاعتنا سخنه قوي، وهروح نازله عليها بالزبده. على ما تسيح الزبده معانا هعمل ايه؟ هخلط ده كله كده، نفضي كده حوالينا عشان تبقوا شايفين انا بعمل ايه. ادي ملح وادي فلفل اسود. تبلت الفراخ وحطيت في التتبيله بتاعتها حبه من الزيت، وحطيت على النار شويه زيت وشويه زبده عشان اسوي فيهم الفراخ. خدت معايا صدمه بالشكل ده، هسيبها تكمل سويها. ما هو شيء طبيعي ان انا استحاله هقول لكم ان هي استوت، لا ابص اه بتخش الشوكه بتخش بكل سهوله، لكن هي لسه ما استوتش، فهسيبها تستوي على النار. الناحيه الثانيه هعمل ايه؟ هنزل بحبه زيت، وبرده الوك عندي سخنه قوي، وانزل عليها بشويه الزبده، وابدا ان انا اجمع المكرونه بتاعتي على ما الفراخ ما تستوي. حطيت زبده وزيت ونزلت بالدقيق، وهنزل عليه بالحليب. بس بصوا بقى، بصوا الحركه دي علشان انا عايزه كله يتحمر معايا. الدقيق بيتحمر اهو، هنزل بايه؟ هنزل بالثوم قبل ما انزل بالحليب، انا لسه مش عايزه سوايل. بصوا كده، عايزه ريحه الثوم تطلع مع الدقيق وهو بيتحمر. انزل عليه بايه؟ انزل عليه بفلفل. كل ده ولسه الدقيق معايا على النار، بس انا عايزه الحاجات دي تتشكشك عشان تطلع لي روايح حلوه معايا. انزل بالريحان. هل كل ده اتأثر على التحميره بتاعت الدقيق مثلا ولقيناه كتل معانا ولا حاجه؟ لا اهو. ليه؟ علشان المواد الدهنيه اللي احنا محمرين فيها الدقيق واخده براحها، فالدقيق واخد براحه في التحمير ولا كتل ولا اي حاجه. طيب هنزل بايه كمان؟ هروح نازله بالجبنه الشيدر، واروح نازله بالجبنه الموتزاريلا بالشكل ده كده. هيبداوا ان هم يسيحوا معايا، وهم بيسيحوا معايا كده اروح جايبه مضرب سلك سيليكون، وهم بيعملوا كده والجبن بتسيح انزل بالحليب. شايفين؟ يبقى انا خلصت ايه؟ كل المكونات اللي عندي، خليتها طلعت الروايح الحلوه مع الدقيق. بصوا الجبنه اهي بدات ان هي تسيح معايا وتمام وزي الفل. حطيت الطماطم ورجعت زودت شويه ميه سخنه علشان الخليط معايا تقل زياده. عايزه تحط حبه حليب ما عنديش مشكله، ميه سخنه ما فيهاش اي حاجه. بسم الله،
يا نهار ابيض ويا نهار سبايسي. قوي يعني. كده الصوص بتاع المكرونه خلص، وادي المكرونه مسلوقه، وادي الفراخ كده معايا تمام وزي الفل. هعمل ايه؟ هشيل الفراخ من الطاسه واسيبها تهدى علشان ساعه التقديم اقطعها وارصها على الطبق. طب هو احنا هنقدم دلوقتي يا نونا؟ لا، الصنف بتاعنا ده او اي صنف مكرونه من اللي احنا عاملينه النهارده لازم يتقدم وهو سخن. ما ينفعش ان انا اقلب المكرونه في الصوص بتاعها واسيبها جنبي نص ساعه ولا ربع ساعه على ما جوزي يجي من الشغل او ولادي يتجمعوا، هلاقيها مسكت في بعضها. فانا مش عايزه حاجه زي كده لان هي فيها جبن، فانا هسيبها قدامكم دلوقتي مش هقلبها اهي. كده زي اللي ايه بتحضر الاكل في المطبخ ومستنيه جوزها مثلا اكلمها في التليفون وقال لها انا خلاص قدامي نص ساعه واجي، او الولاد بتوعها مثلا في النادي او ولادها في دروس او ايا كان وقالوا لها احنا شويه وجايين على البيت. حضرت الحاجه ومستنيه لما هم يجوا تروح مقلبه المكرونه في الصوص وتروح مقطعه الفراخ شرايح وايه وتحطها لهم. فانا هجمعها كده ومش هقدمها دلوقتي. المكرونه بتاعتنا اللي عملناها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. واحنا بنصب المكرونه بتاعتنا كده اللي عملناها بالفراخ هنعمل ايه دلوقتي؟ انا بعت بصراحه صدور الفراخ المطبخ اتقطعت بالشكل ده كده اهي، وهنبدا ان احنا ناخد الصدور بالشكل ده كده نعمل كده. بالمنظر ده، بسم الله ما شاء الله. بالشكل ده كده. أكيد ما اسميش عبده. أكيد ما اسميش عبده. لا خالص. كده آدي المكرونة بتاعتنا أهي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حبة بقدونس كده على الوش عشان يكسروا اللون المشوي اللي إحنا عاملينه الجميل ده.